اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار اللي ربنا خلقها في الارض، اللحوم، اسماك، مش معناته سلطه ومقبلات يعني السفره ما تخلاش او المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني او نباتي او خلاف. لا بالعكس، في انواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير. في انواع من السلطات تقعد في التلاجه ساعه ساعتين علشان تاخد مرحله تبريديه زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الانسجه بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في انواع من المقبلات تتحط في التلاجه فتره طويله وكل ما تقعد فتره كل ما تحلو، يعني عدى عليها يوم اتنين تلاته زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهارده من عالم السلطات والمقبلات، بما ان الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الايس كريم والعصاير والحاجات اللطيفه الحلوه عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهارده الارنبيط. الارنبيط بالطحينه، وازاي نطبخ الطحينه مع الارنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهارده، مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا. ولكن المشاكل مع الحمص، الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون، معاكم شيف شاطر ازاي نتعامل مع الحمص بلطافه ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان، يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده، هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستارده والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته ان ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها، المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدره كده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو هتروحوا بعيد. أهي جاهزة والله العظيم، هشتغل فيها أهو. خس وزبادي، أهو خس وزبادي، أهو الخس معانا مغسول وزي الفل، وزبادي دي مش تاخد معايا منت، أهو المقادير على الشاشه يا نعمه، ربنا ينعم عليك ان شاء الله يا نعمه. نعم. ايوه ست الكل، سامعك، اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. بس انا طيب. وانت طيبه يا نعمه. عمري. عايزه اسال على طريقه الرق والبشاميل. نعم ست الكل. عايزه طريقه الرق والبشاميل. ايه يا استاذ رحاب؟ بشاميل، حاضر. عينيا نعمل لك البشاميل. غسيل الخضار يا نعمة قبل التقطيع مش بعد التقطيع، سواء خس كابوتشا سواء خس بلدي. الخس طبعا ده بيخش في كل انواع السندوتشات في بعض المطاعم الفاست فود كلنا عارفين، فانا ما باكلش بره اي خس ولا اي خضار خالص، مش معناته ان لا بقى. انا طبيعتي كده، انا لازم الخضار ده اكله في البيت. حلو قوي السلطه دي، حلوه قوي تعجبك. بولة معانا زبادي، اللهم صل على النبي. كفاية دول، هناخد الزبادي ده كده ننزل عليه بشوية زيت زيتون. ده طبق فيه بروتين حيواني، الزبادي، شوية الملح التمام، فص التوم الحلو المحترم،
حلو الكلام. ورقتين نعناع حلوين عشان الزبادي يحب النعناع الاخضر، او عندك نعناع يابس اهلا وسهلا. وانا خلصت والله اهوت. بس بمناسبه السوشيال ميديا خلونا اقول حاجه مهمه جدا، وده الجديد بتاعنا بعد الاجازه. احنا الحمد لله معانا وقت بعد ما نخلص الحلقه عشان في متابعين لينا ومشاهدين لينا وناس بتحبنا على السوشيال ميديا، وده بان الحمد لله وبنشكركم. بنوجه لكم تحيه كبيره لكل الناس اللي تابعت معانا وتواصلت معانا من خلال السوشيال ميديا. هيبقى لينا بعد الحلقه مباشره او بعد التتر لقاء عن اللي احنا عملناه، زي اتسالنا دلوقتي عن البشاميل، الاخت اللي سالت على البشاميل وتفاصيل عن الاكل بتاعنا وعن المقبلات، وهنبقوا لايف ومعانا لايف بعد الهواء مباشره في قلب الاستوديو علشان نجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوا عليها. علشان كده بعد ما نخلص على طول والتتر تشوفوه على شاشه القناه الاولى، خش على السوشيال ميديا وتابعوا معايا، واللي ليه سؤال واللي عايز يسال سؤال واللي عايز يقول اي حاجه احنا تحت امركم، احنا هنا لخدمتكم بنجاوب على كل الاسئله. السلطه الحلوه دي خلاص جاهزه للتقديم، لطيفه وحلوه اهي. انا بحب السلطه دي على فكره، بحبها ليه يا عم الشيف؟ علشان يا ساتر السلطه دي بقى مزيتها ايه؟ اللي عنده مشاكل مع الكولون مع الحموضه ياكل من السلطه دي على مسؤوليتي، خاص مع الزبادي الاثنين مع بعض بيطروا على المعده. الحاجه اللي كانت بتكلمني من شويه عامل ارنبيط، انا عامل كل انواع السلطه اللي هي بتناسب افراد الاسره كبيرا وصغيرا، صغيرا وكبيرا. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه عيني احلى رؤيه في الدنيا كلها. اه حلقتنا النهارده وتفاصيلنا النهارده بسيطه وسهله في متناول الجميع. مهرجان السلطات والمقبلات لسه ما خلصش معانا، معانا شويه كده لغايه لما نغطي كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها. عملنا سلطه جميله حلوه، سلطه الخس بالزبادي ونجرنش كده بالنعناع الاخضر. عملنا سلطه البيض حلوه قدام حضراتكم مع المايونيز والمستردة والزيتون. عملنا سلطه الجمبري بالجرجير بالتقديمه الحلوه، اللوحه بكاسيو الثانيه موجوده. ومعانا سلطه الارنبيط الحلوه دلعناه النهارده مع الطماطم الشيري والفجل وسلطه الحمص الشامي. وعايز اقول حاجه قبل ما تخلص الحلقه مباشره، هي الفكره كلها ان احنا ازاي نحول طبق السلطه بتاعنا ده لمصدر غني جدا، سواء بروتين سواء معادن سواء في كل الفيتامينات اللي بيحتاجها كل افراد الاسره صغير وكبير، من طبق السلطه او طبق المقبلات. مش لازم تولع النار كل يوم ولازم تولع البوتاجاز ويبقى فيه محمر ومشمر، بافكار بسيطه وسهله وفي متناول الجميع ومن الثلاجه. خلي بالك رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.